أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. إحنا في هذه الحلقة رح نشاهد مع بعض تكملة اختبار الأخت فادية بزي، ورح نشوف معاملات المسيح العظيمة معها. الأخت فادية طبعا هي خادمة وشاهدة عن المسيح، تغيرت حياتها، وطبعا في هذه الأيام تشهد عن المسيح. عدا عن ذلك الرب أعطاها موهبة الترنيم والتسبيح بصوت جميل جدا، واليوم رح نكمل نشوف هذه الشهادة. وطبعا الحلقة اللي مضت شفنا بداية هذا الاختبار، وكتير كان في تجاوب على التواصل الاجتماعي، وأنا بدعوك أن تكملوا التواصل معنا أيضا من خلال مشاهدتكم لهذه الحلقة. طبعا بعد الفاصل رح نبتدي مع فادية، لكن قبل النهاية بعشرين دقيقة بس يخلص اختبارها رح تكون خطوط مفتوحة. بحب أسمع أفكارك وتعليقاتك، إذا عندك سؤال استفسار رح يكون المجال مفتوح. ابقوا معي حتى نشاهد تكملة هذا الاختبار مع الأخت فادية بزي.